كريم، رأيك في مباراة اليوم وطريقة لعب النادي الأهلي؟ لا، وطبعا اللي مزعلني بصراحة ان المباراة دي تقريبا الثالثة او الرابعة، احنا المباراة الخامسة على التوالي، ما بنقدرش ان احنا نحقق فوز على سان داونز سواء ذهابا او ايابا. واضح بقى في حاجز نفسي ما بيننا وبين سان داونز في اخر سنتين. مقوين المدير الفني لسان داونز بكل امانة وبكل صراحة، بقى اصبح من المدربين بيعرفوا يتعاملوا مع النادي الاهلي بشكل كويس. ربما كولر كان امبارح كان في لغايه الساعه لغايه بعد التمرين امبارح كان في يعني وجهتين نظر، هل هنلعب ببلاي ميكر ولا هنلعب بثلاثه في خط الوسط، وما كانش الامر اتحدد. ربما هو استقر ان هو يعني كولر من المدربين اللي بيحب عنده فلسفه، انا ما بغيرش، هلعب بنفس طريقتي في اي مكان في اي وقت. اللي مزعلني الارقام جدا، الارقام الاحصائيه بتاعت المباراه، ربما يكون النادي الاهلي هو المفروض بيعملها مع المنافسين، الاحصائيات سيئه جدا. ده تتابع بقى للشكل اللي احنا شفناه، ان واضح جدا مكوينا بقى فاهم تماما ان الضغط العالي على النادي الاهلي بيخلي فيه ارتباك وبيخلي فيه عدم خروج بالكره. احنا في 13 دقيقه بالظبط من الدقيقه 22 الشوط الاول لغايه الدقيقه 35، عايز اقول كابتن اسلام النادي الاهلي ما خرجش من ال 18، مش ما خرجش من نص ملعبه، من ال 18. اتمنى طبعا تيم التحليل للفريق بقى بيقطع، ان احنا طبعا ما عندناش هنا مساحه ان احنا نعمل فيديوهات، لكن اتمنى يقطعوا التوقيتات اللي انا بقول عليها دي. ما عندناش حقوق يعني. ما عندناش حقوق بالظبط. احنا كان مشكله كبيره جدا حتى واحنا في خضم الشوط الاول واحنا لسه بالاكسجين، انت عارف عندنا فعلا واضح جدا جدا ان احنا في بريتوريا بنعاني من موضوع ضعف المجهود في نهايه المباراه، ما بنفنش الماتش في بريتوريا زي ما فنشناه مثلا في تنزانيا. احنا فنشنا في تنزانيا بشكل كويس جدا في اي مكان، لكن في بريتوريا لا، بصراحه احنا واضح ان احنا محتاجين نغير من اسلوبنا في مواجهات سان داونز. سان داونز فعلا فريق مرعب، انا قلت هنا في الحلقه قبل المباراه فريق مرعب باقصى درجه، فريق فعلا بيعرفك مثلا بسيط، زواني اصلا مش مهاجم صريح، زواني بيلعب فولس ناين، بيلعب مهاجم وهمي مع سان داونز. عايزين نبص على زواني لما كان الكرة بتتقطع من مدافع النادي الاهلي، التحول لزواني من مهاجم لمدافع بيعمل دبل بريس مع اقرب لعيب له عشان يخلي لعيب النادي الاهلي مش يغلط، لا يخليه يمرر باستعجال. ده واحدة من النقط اتعملت معانا طوال المباراة وخلتنا عاجزين. المنطقة اللي انا عايزه يمرر فيها يعني ايه؟ يعني انا عايز اوديه لناحيه اليمين واوجهه، بوجهه لناحيه اليمين مثلا. والفريق طبعا كومباكت جدا، الفريق كومباكت جدا بطريقه من واقفين من عند منطقه نص الملعب لغايه ال 18 بتاع النادي الاهلي، الفرقه بتتحرك بالظبط زي بلاي ستيشن، كل ما بيلعب بلاي ستيشن فعلا بيتحرك زي بلاي ستيشن بالظبط. وفي ايه؟ والبلاي ستيشن في اصعب مرحله له، مش في اضعف مرحله له، لا بصراحه احنا قدام سان داونز كان الارقام بتقول ان احنا شكلنا مش جيد، والاسلوب ده طبعا نتيجه بكل امانه في ظل الظروف اللي احنا شفناها، في ظل كم الهجمات اللي سان داونز طبعا ضيعوها. احنا الشوط الاول كنا محظوظين للغايه ان احنا نخرج 0-0، المباراه تخلص 1-0، انا بشوفها يعني نتيجه كويسه. بس برضه كريم معلش، انت كده انا وجهه نظري ان انت مأفور الموضوع جدا. لا خالص والله يا اسلام، دي احنا دي المره دي انا بشوف اللي انت عايزه. يعني لكن انا بقول لك انا بشوف ان انت يعني الموضوع ليه؟ لانه انا عمال افتكر. طيب انا يعني بفتكر كويس الفرص لسه ما يعني الزهايمر ما يعني. فانا قصدي ان انا اقول لك انه عمال افتكر دلوقتي وانا قاعد ما بلاقيش ان سان داونز راح للجو. طبعا اربع محاولات صحيحه كابتن، ماسك الكوره بشكل جيد جدا، ولكن على الجانب الاخر ماذا فعل سان داونز؟ خليني اقول لك شويه ارقام كابتن، قول لي نرد بالارقام. استحواذ طول المباراه، لا 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 ما تدخلنيش في بص لا ما تدخليش في الرقم. انا قلت لك استحواذ 70% سان داونز و30% النادي الاهلي، ما عنديش مشكله في كل ده، ولكن انت ماسك بتستحوذ وبتودي يمين وشمال، ولكن رحت للجون كام مره؟ ما احنا عايزين انت رايح عايزين لا 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 كريم. ما فيش شراسه. لا معلش، طب خلينا نكمل وجهه نظري. استحواذ سلبي يا كريم. لو انا مش هكمل وجهه نظري طب ما اقولهاش. طب اتفضل. طيب تاني، سان داونز نجح للمباراه الثالثه على التوالي في ارضه ان هو بيلعب معانا بنفس الاسلوب وبنفس الستايل اللي احنا عارفينه، واحنا ما قدرناش نتعامل معاه، دي حقيقه واضحه حصلت النهارده. احنا النهارده النادي الاهلي في المحاولات على المرمى 14 محاوله لسان داونز مقابل 3 محاولات، احنا اول 5 دقائق كان عندنا رضا سليم لعيب عنده شخصيه ممتازه وبيرسي تاو شخصيه ممتازه، الاثنين دول على الاجنحه ادونا الى حد ما شكل هجومي، لكن ما كانش فيه مساعده.
في وجهة نظري عدم وجود المساعدة دي بسبب اختيار مارسيل كولر في البدء بمجدي قفشة. مجدي قفشة ربما كان مارسيل كولر عايز يدي الإيحاء ان بلعب بلاي ميكر، بس هو ما نجحش في ان هو يديله ولا الشكل الهجومي اللي هو عايزه ولا الشكل الدفاعي، لان احنا النهارده في الاخر الخط الوسط ما قدرتش انا اواجه الرباعي بتاع ساندانز، وخصوصا طبعا ثنائيه ماكوينا والاندي الاثنين قدروا ان هم يستحوذوا على نص الملعب، فبالتالي معركه نص الملعب انا خسرتها. طيب الشوط الثاني لما انا حاولت ارجع للمباراه وبدات ازود شويه في الخط الامامي، نشوف كده كره الهدف لو معانا صوره ليها، ونشوف ازاي لعيبه ساندانز كان عندها كذا اوبشن للهجوم، بخلاف التسديد كان ممكن يتم التمرير، كان ممكن يتلعب 1 2، كان ممكن يحصل كذا حاجه. طيب المباراه دي بتدينا مؤشر مهم جدا جدا لماتش العوده. يا كابتن اسلام هتلعب ايه في ماتش العوده؟ ليه لازم احنا لسه بنتكلم على ماتش الذهاب؟ خلينا نتكلم على ماتش الذهاب، اصل ماتش الذهاب ماتش الذهاب مرتين. تخليني اقول، قولي لو عندك ارقام. انت دلوقتي بتقول لي انه انا اللي يهمني اختيارنا كان غلط. الكلام انت بتقوله ده حلو وده كلنا قلناه وكلنا متفقين عليه، ولكن في النهايه انا دايما لما باجي ببص للناحيه الايجابيه اكتر شويه. انا نفسي للاياب لا في الماتش ده انا بشوف ان انت حتى وانت سيء زي ما انت حضرتك بتقول لم يحدث ان هوجم النادي الاهلي بشكل واضح، بمعنى ان انا ماسك الكره وعمال انقل من ناحيه اليمين، الباك يمين بيرجعها لوسط الملعب، وسط الملعب يوديها ناحيه الشمال، والشمال يوديها هناك، وماشي لطيف وماسك الكره وعمال تعمل وكذا وكذا وكذا، ولكن قول لي ثلاث هجمات او اربع هجمات راح بيهم النادي سان داونز باستثناء الخمس دقائق الاخيره اللي هي الكره الكورنر واللي قبلها في بدايه المباراه. نعم في بدايه المباراه. قول محمد الشناوي مطلع كره من تحت العرض تصويب واحد والكره مظبوط. انت رحت بكام واحده؟ احنا رحنا محمد عبد المنعم، لا الكره اللي مهدها له ديانج دي الفرصه الوحيده اللي في الماتش، وبتاعه في ضربه جزاء لبيرسي. لا غير ضربه جزاء، احنا بنتكلم على الهجمه. لا ما هو انا بتكلم على هجمات الخطر اللي انا عايز. الكره اللي بيرسي تاو ضغط على حارس المرمى كانت عفيف. فاهم، بس دي مش هقدر احسبها يعني. انا بحسبها انا بقى. الثالثه ضربه الجزاء، يعني لو كانت واحده من الثلاث حاجات دول دخلوا، وبعدين اصل دي كرات يعني بتاعت محمد عبد المنعم جون. دي مش جون قصدي، لكن قصدي لا فرصه محققه. طبعا فرصه محققه طبعا مليون بتاعت بيرسي تاو فرصه محققه. الثانيه اللي هي الضغطه. أيه. الثالثه ضربه جزاء يعني 50-50 تيجي او ما تجيش، ولكن هي ضربه جزاء، فبالتالي انت عندك ثلاث فرص وجهه نظري واضحه جدا. انت قلت وجهه نظرك. أيه. لكن انا بقول لك ان انا وجهه نظري ان انا ثلاث فرص محققه وواضحه. هو عنده فرصتين محققه ومنها الكره اللي خدها الشناوي اللي صدها الشناوي دي في الشوط الثاني اعتقد، الكره اللي كانت انفراد او من مديبه والتصويبه في بدايه الشوط الثاني. هم واضح ان هو كان معتمد على التسديد. ما تبقاش محققه التسديد تبقى لا ما عايزين نتكلم هنا عن نقطه مهمه. فبالتالي انت انا بشوف ان انت لو 3 و3 ما هو ده مش انا شايف ان انت 3 وهم 2، لكن لو 3 و3 حتى ما هو انت برضو انا ما اقدرش بصراحه اقول النهارده الاهلي كان ايكوال لسان داونز. انا ما اقدرش اقولها لا بصراحه. ايكوال في الفرص المحققه، كمل الجمله، ايكوال في الفرص المحققه. أوكي. ولكن ليس ايكوال في الاستحواذ. ما اقدر دي ما انا معاك، ما اقدرش اقول ان الاهلي وسان داونز كان ايكوال في الاستحواذ، ما اقدرش اقول ان الاهلي كان كويس النهارده، ما اقدرش اقول ان كذا، ولكن اقدر اقول ان لو فرصه من الفرص المحققه للنادي الاهلي دخل الجول كانت هتفرق.